ممكن نتكلم اكثر، من هو محمد؟ انت كيف بدات؟ متى يجي على الامارات؟ كيف شغل داخل الامارات؟ انا اجي امارات يعني 2007 الحين في زين الحمد لله تاك الامارات شغل كل شيء. 2007 انت يجي، انت كيف يبدا شغل داخل الامارات؟ كيف تسوي شغل؟ اول شيء شغل مال نفر سيومال، بعدين شيء شغل بعدين انا في يعني فلوس في شويه زما، بعدين اجي هذا بطل محل. بطل اول محل، هذا اول محل انت بطل. ايوه. اوكي، كان في محل موجود انت داخل الحين موجود سابقا؟ الحين في انا في اثنين محل، واحد مال انا واحد في مال شركي. ايش في هذا داخل محل الخدمات موجود؟ ايش في شغل موجود؟ في شغل مال هذا عبيات مال كله في مال هرمة عبيات مال عبيات. أيوة. اوكي، خبر اكثر ايش في تصميم هنا؟ انت ايش في سوى عبيات هنا؟ قماش من وين جيب؟ كله سوى تصميم مال محل، قماش جيب من دبي ويا من عدمان، اكثر شيء جيب من دبي. مين يختار قماش؟ مين يختار تصميم؟ في سوى تفصيل خاص ولا كله جاهز؟ لا كله سوى، انا تصميم يعني استري قماش بس تصميم كله سوى داخل المحل. شغل في مالنا 6 نفر في سوى شغل، كله سوى شغل مشان فوق في خياطة ما خياط كل شيء منه، خياطة تدريس كل شيء. يجي نفرات يسوي هو تفصيل حق قماش، تفصيل حق عبايات، كم يوم يجي خلاص هذا تفصيل؟ يعني الحين في واحد صبح 10 يوم هذا الشكل وقت ريت. يمكن كلام احنا ايش في نفرات ثاني، محلات ثاني، شريك انت كيف سوى تشوف شغل الحين انت كيف يجي فوق سلم نجاح؟ زين الحمد لله يجي شغل زين شيء زين شيء، يعني في شريك يعني شويه في اعطي نفرات رات بعد محل ايجار في كل مصرف، بعدين في باقي يعني شيل شريك شيء. شكرا للإمارات، الحمد لله زين وايد الإمارات، حكومة كل شيء زين، النفرات يعني حكومات مال قانون كله الحمد لله اوكي، كل شكرا مال الشيخ يعني الشيخ بعد كل شيء. طبعا شكرا لك السادة بلال عشان انت في وجود كاميرا داخل محل انت، وان شاء الله احنا نشوف محلات جديد حق انت في مستقبل جديد ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا مستر محمد. اوكي شكرا.